السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلبة والطالبات، أبنائي طلبة الصف الخامس من الدول الأوروبية والعربية، ماشي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة حلقة جديدة بعنوان حلقة عن النحو بعنوان الجملة الفعلية وتكوينها. الجملة الفعلية، الجملة الفعلية. الجملة الفعلية يا حبايبي عبارة عن، أولا كلمة جملة عبارة عن كلمات، مجموعة من الكلمات ولو حتى كلمتين اتنين، يعني الجملة هي أكثر من كلمة لكن تفيد المعنى. تفيد الايه؟ المعنى. دي كلمة، معنى كلمة الجملة الفعلية. الفعلية يعني بداية الجملة لابد أن يكون فعلا، واحنا قلنا الكلمة، أي كلمة عبارة عن ثلاث حاجات، يا إما تكون اسم أو فعل أو حرف. يا إما تكون اسم أو فعل أو إيه؟ أو حرف. طيب هتكون اسم أو فعل أو حرف، لحظة بس أقفل الباب عشان الصوت ما يجيش مع التصوير بتاعك وتتضايق. أعتذر لكم. الكلمة إما أن تكون اسمًا أو فعلًا أو حرفًا. اسم يعني اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو طائر، أي طائر اسم، أي اسم إنسان اسم، أي اسم جماد، بيت، شارع، باب. جماد يعني لا ينطق ولا يتكلم، قلم يعني قلم لا يتحرك أو ما يتحرك، سيارة اسم، ماشي. وأنا عندي حلقة عن الجملة الإسمية في الفيديوهات لو حبيت ترجع لها. حرف، حرف يعني إيه؟ يا إما حرف جر، ماشي، يا إما حرف ناسخ، حروف. والحروف دي عبارة عن كلمات، بس احنا علماء اللغة وعلماء النحويين قالوا عليها ان هي حرف. يعني ان حرف، بيقولوا على الكلمة دي كلها ايه؟ حرف. في، بيقولوا عليها برضو كلها حرف. يبقى الجملة، اي جملة، اي كلمة، يا اما تكون اسم، يا اما تكون حرف، يا اما تكون فعل. وده درسنا الايه اليوم ان شاء الله. الفعل يا حبايبي مقسم إلى ثلاث أنواع. الفعل الماضي، ومضارع، وأمر. يبقى الفعل عندي مقسم إلى ماضي ومضارع وأمر. والجملة الفعلية لابد أن تبدأ بأي فعل من الأفعال دي، يا إما فعل ماضي، يا إما فعل مضارع، يا إما فعل أمر. كلمة فعل ماضي يعني إيه؟ مضى. مضى يعني انتهى، خلص. زي كلمة إيه؟ كتب. كتب، كتب يعني هو كتب وخلص. بقول أنت زميلك كتب، ايوه كتب، كتب يعني كتب وخل، انتهى، انتهى من الكتاب. طب لو هو لسه لازال يكتب، يقول ايه؟ بزود في الفعل المضارع ياء في الاول او تاء. ياء، يكتب، او تكتب. يكتب للمذكر وتكتب للايه؟ للمؤنثة. طب الفعل الامر بتاع كتب، مش يكتب، كتب، اكتب، اكتب، اكتب. يبقى ممكن اقول كتب محمد الدرس، كده جملة فعلية. ليه جملة فعلية؟ لان اول كلمة في الجملة عبارة عن فعل. اول جملة في، اول كلمة في الجملة عبارة عن ايه؟ عن فعل. يكتب محمد الدرس،
اول جمله في اول كلمه في الجمله فعل يبقى جمله فعليه. تكتب هبه الدرس يبقى اول كلمه في الجمله جمله فعليه. اكتب الدرس برضو جمله فعليه لان اولها فعل. يبقى الجمله الفعليه يا حبايبي لازم يكون اولها فعل، والفعل يا اما ممكن يكون ماضي او مضارع او امر. ماضي او مضارع او امر، ركز معايا. اعرف الفعل المضارع ازاي؟ الفعل المضارع عشان اعرفه هو فعل مضارع ممكن اقول ده فعل ماضي، طب انا اعرفه ده فعل امر. طب الفعل المضارع يا حبايبي يقبل السين. يعني ايه السين؟ السين عليها فتح سا، يقبل سا او سوف. طيب طب هننفذ السا او سوف في الماضي، اقول ايه؟ سكتب، مش دي اسمها كتب، كتب. ينفع اقول سكتب؟ لا. سوف كتب؟ لا. ساكتب، ساكتب مش ساكتب، ساكتب لا، لان الالف هنا في الامر عليه ضمه اهو. سوف اكتب؟ لا طبعا. يبقى الفعل المضارع عشان اعرفه لو انا مش واخد بالي الكلمه دي فعل ماضي ولا مضارع ولا امر ازود لها حرف السين في الاول. سا، ها، سيكتب او سوف يكتب، ستكتب او سوف تكتب. يبقى بسهوله اعرف الفعل المضارع. لو تهت خالص من الفعل المضارع ازود سين في الاول في اول الكلمه. إن قبلت السين والكلمة ما اتغيرتش يبقى دي فعل مضارع، إنما أقول سكتب مش دي اسمها كتب؟ سكتب ما تنفعش. سأكتب، سأكتب؟ لا طبعًا. ماشي؟ يبقى عرفنا إن الجملة الفعلية لابد أن تأتي إيه؟ بفعل في بداية الجملة. الجملة الفعلية عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به. فعل وفاعل ومفعول به، وحالًا هنعرف كمان الجملة الفعلية، وإن شاء الله الدرس ده جميل جدًا. وده خاص بمشترك من المشتركين طلب الجملة الايه الفعلية والمفعول به، وانا وعدته النهاردة ان شاء الله ان انا اعمل له الحلقة دي. وطبعا دي الحلقة دي طبعا خاصة بالجميع كلهم، ولكلكم حبايبي من الالف الى الياء، كلكم اخواتي وحبايبي وابنائي. الاصغر مني فهو اخ لي، والاصغر ايوه فهو ابن لي او بنت لنا. ماشي؟ يبقى احنا قلنا الجملة الفعلية عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به، بس لازم تبدأ بفعل. لازم، خلاف اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية الجملة الفعلية بتبدأ بالفاعل. لا لا لا، احنا هنا ماليش دعوة باللغة الإنجليزية خالص. اللغة العربية من أعرق اللغات، اللغة العربية من أعرق اللغات، أحلى لغة في العالم، اللغة العربية. لأن لغة القرآن. ماشي؟ اسم وفعل وحرف، يبقى لازم في البداية فعل. هقول أي فعل. هنكتب فعل ماضي. كتب، ركز معايا. محمد، الدرس، انا حبيت اشكلها عشان لما نيجي نعربها. ركز معايا. كتب، كتب، ذاكر، نام، قدم، عاد، شكر، فكر، قدر. كل دي افعال ماضيه. افعال ايه؟ ماضيه. الفعل الماضي يا حبايبي بنقول اعرابه فعل ماضي مبني على الفتح. مبني على ايه؟ الفتح. ايه الفتح ده؟ يعني ايه الفتح؟ فعل ماضي مبني على الفتح.
فعل ماضي مبني على الفتح. احنا عندنا الافعال يا حبايبي والاسماء، في افعال مبنيه وافعال معربه. ركز معايا، الفعل الماضي والفعل الامر. الفعل الماضي، الماضي والامر. الفعل الماضي والامر افعال مبنيه. يعني ايه مبنيه؟ يعني اخر تشكيل فيها هنا ما بيتغيرش. كتب، دائما الباء مفتوح، دائما اخر حرف مفتوح. اكتب، الباء عليها سكون، دائما الحرف الاخير عليه سكون. اكتب، كتب، اكتب. يبقى هنا الباء عليها سكون في فعل الامر، وهنا الباء عليها فتحه في الفعل الماضي. عشان كده بقول ايه، الفعل الماضي والفعل الامر افعال مبنيه. مبنيه يعني لو جت في نص الكلمه هنا ما تتغيرش، جت في اخر الكلمه ما تتغيرش. زي اسماء الاشاره، هذا مثلا، مش كل اسماء الاشاره، اسماء اشاره زي هذا، هذا محمد، هذا، هذا، اهي هذا. طيب قلت هذا محمد، طب لو خليت محمد في الاول وهي في الاخر اقول محمد برضو. هذا ما اتغيرش. طب ما هي محمد ما اتغيرتش، هنتكلم فيها بعدين حالا دلوقتي. كتب محمد الدرس، كتب بيقول كتب فعل، صح هو فعل، بس ما ينفعش اقول فعل بس، لازم اقول فعل ماضي. فعل ايه؟ ماضي مبني. فعل ماضي ايه؟ مبني. مبني على ايه؟ على الفتح. يبقى كتب اعربها ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. بعد الفعل يا حبايبي بحط في الذاكرة عندي في دماغي كده واسأل نفسي واقول مين، من كتب، مين اللي كتب، مين اللي كتب؟ محمد. يبقى محمد بنقول عليها ايه؟ فاعل. بنقول عليها ايه؟ فاعل. مش هو اللي كتب؟ مش هو اللي قام بالفعل؟ فاعل. ودي بنقول عليها ايه؟ فعل. طيب بعد محمد كتب، مين اللي كتب؟ محمد. اجي بعد محمد واقول ايه؟ كتب محمد ايه؟ ايه او ايش؟ ايش اللي كتبه؟ عمل ايش؟ عمل ايه؟ كتب محمد، كتب ايش؟ كتب جواب، كتب رسالة، كتب قصة، كتب موضوع. لا، كتب الدرس. يبقى الدرس هنا هو اللي ايه؟ اسمه مفعول به، مفعول، مفعول ايه به. ركز معايا، يبقى الجملة الفعلية عبارة اساسي بقى عن فعل وفاعل، وممكن يكون فيه مفعول به وممكن ما يكونش، بس احنا بنكمل الجملة عشان نعرف. يبقى الجملة الفعلية تبدأ بفعل، اما فعل ماضي او مضارع او امر. الفعل الماضي نقول فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. ليه فعل ماضي؟ لأني كتب، كتب وانتهى. مين اللي كتب بقى؟ بعد كلمة كتب في الإعراب، بعد كلمة كتب أقول إيه؟ مين، مين اللي كتب؟ محمد. يبقى محمد هو اللي كتب. يبقى محمد فاعل. طيب محمد كتب، كتب محمد، كتب محمد إيه؟ الدرس. الدرس مفعول به. طب انا عرفت الفعل والفعل والمفعول به، لكن انا لسه برضو ما عربتهمش اعراب صحيح كامل. كتب فعل ماضي مبني على الفتح، يعني اخر حرف فيه مفتوح. محمد، محمد فاعل، فاعل ايه بقى؟ مرفوع. فاعل مرفوع بايه يا حبايبي؟ مرفوع يعني اخر حرف عليه ايه؟ عليه ضمة، يبقى مرفوع بالضمة.
ومحدش يكتب لي بالضمه كده، محدش يكتب لي بالضمه كده. ما تنفعش دي اسمها ايه؟ بلضمه. بلضمه. امال بالضمه؟ بالدا بالدا بالد اسف بالضا بالضا. نطقت حرف الباء وحرف الحرف اللي بعد الباء نطقته مرتين اتنين، يبقى هنا في الف ولام اللي هم اللام الشمسيه بالضا. واللي ما يعرفش حروف اللام الشمسيه عندي برضو فيديو في حروف اللام الشمسيه، ماشي؟ يبقى الفاعل هنا مرفوع. طب هو اي فاعل؟ اي فاعل مرفوع. اي فاعل نقول عليه فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بالضمه. طب ليه هو مرفوع بالضمه يا حبايبي؟ مرفوع بالضمه لانه مفرد. محمد ده واحد ولا اتنين؟ واحد. يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. الدرسه بقول ايه؟ الدرس مفعول به. مفعول به هو اللي انكتب، الدرس هو اللي اتكتب. مفعول به، مفعول به ايه؟ منصوب. منصوب يعني اخر حرف فيه منصوب. منصوب بايه؟ برافو عليك، بالفتحه. منصوب بايه؟ بالفتحه. طيب هي اي جمله فعليه عباره عن فعل ماضي وفاعل ومفعول به؟ لا، مش شرط يكون فعل ماضي، ممكن تبقى فعل مضارع، ممكن يبقى فعل امر، بس لابد من الجمله الفعليه من وجود فعل وفاعل او فعل ومفعول به، والفاعل مش موجود، متداري مستخبي. طيب هناخد نفس الكلمه دي، يبقى كتب فعل ماضي مبني على الفتح. محمد هو اللي كتب. مين اللي كتب محمد؟ محمد مفعول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، هما ضمتين اتنين، هي نفسها برضو ضمه واحده، ده الضمه الثانيه للتنوين. كتب محمد الدرس. الدرس اعرفها ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. طب لو شال هو بقى الحاجات دي كلها كده وقال لي ايه؟ اضبط هذه الجمله. اضبط هذه الايه؟ الجمله. حط لي بقى ايه؟ اضبط الجمله يعني حط لي الفتحه او الكسره او الضمه على اخر حرف. كتب دي فعل ايه؟ فعل ماضي، والفعل الماضي مبني على الفتح، يبقى دي فتحه. مين اللي كتب؟ محمد. محمد ده فاعل، والفاعل اذا كان مفرد يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، هيبقى حطيت ضمه على الدال. كتب ايه محمد؟ الدرس. الدرس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى حط فتحه. طب منصوب وعلامة نصبه الفتحة ليه؟ لأن كلمة الدرس برضو مفرد. طيب لو قلنا هنا بقى هنغير بس حاجة واحدة بس. يا يكتب، ما أقولش كات، أنت قلت كتب في الماضي، أمال في المضارع أقول يكتبوا. يكتبوا مش احنا قلنا الفعل المضارع اكثر الكلمات في الفعل المضارع بتبدا بياء او بتاء، اكثرها مش كلها، ماشي؟ طب يكتب فعل مضارع، ماله؟ ماله الفعل المضارع بقى؟ مرفوع. الا هو مع زي الفاعل؟ ايوه زي الفاعل. فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ايه بقى؟ احنا قلنا علامه الرفع اللي هي اخر تشكيل على اخر حرف، علامه رفعه ايه؟ الضم. يبقى يكتبوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب لو خلينا الياء دي تاء، تكتب، بس ما ينفعش اقول تكتب محمد، اقول تكتب هبة، تكتب رحمة، تكتب اسماء، ماشي؟ خلاص. تكتب سندس. انما ياء يكتب للمذكر، يبقى يكتب، يكتب بو. يبقى الباء، الباء هنا على ايه؟ على ضم. يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضم، علامه رفعه ايه؟ الضمه. ومحمد زي ما هو فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه مفرد. الدرس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه لانه برضه مفرد. واحد، بتكلم عن واحد. طيب
نفس الجملة دي هخليها خليناها مرة مع الفعل الماضي وخليناها مرة مع الفعل المضارع، هنخليها مرة مع الفعل الأمر. فأنا هضطر بس إيه أشيل الكلمات دي. وأكتب كلمة كتب في الأمر. كتب في الأمر يعني أكتب. أكتب. أنا شكلت لك الكلمة كلها بس عشان تعرف، بس أنا يهمني آخر حرف مشكل بإيه. ينفع أقول أكتب محمد الدرس؟ ينفع أقول أكتب محمد يعني يبقى محمد قدامي كده واقول له اكتب محمد درس، ولا اقول له ايه اكتب الدرس؟ اكتب الدرس. ده ما فيش محمد. صلى على رسول الله. ما فيش اسم محمد. اكتب الدرس. يبقى انا قدامي شخص بقول له اكتب الدرس. زي ما انا بقول ايه اقرأ القصة. ينفع اقول بسيوني يقرأ القصة؟ ده انا بتكلم عن نفسي. ما انا اقول ايه اقرأ القصة او قرأت القصة. ماشي، ركز معايا. اكتب الدرس. اكتب ده فعل امر اهو. فعل امر بيقول ايه؟ ده فعل امر مبني. احنا قلنا الفعل الماضي والمضارع، الفعل الماضي والامر مبنيين، ده امر. يبقى فعل امر مبني على السكون. يبقى ده ايه بقى؟ فعل ايه؟ أمر مبني على إيه؟ السكون. فالأمر مبني على إيه؟ على السكون. أكتب. وراح جاي مطلعني من أكتب دخلني على الدرس على طول. أكتب الدرس. ينفع أقول الدرس فاعل؟ هو الدرس هو اللي بيكتب؟ لا، أنا بقول لك أكتب الدرس. يبقى إذن في حد هنا؟ أيوه، في يا أستاذ، كان في واحد هنا واحنا حذفنا ايه؟ حذفنا اسمه. صح. يبقى الجملة الفعلية ممكن ما يبقاش فيها فاعل، يبقى فيها فعل ومفعول به بس، او فيها فعل وفاعل، او ممكن يبقى فيها فعل وفاعل ومفعول به ومكتملة الاركان من الثلاثة. انما اصل الجملة الفعلية فعل وفاعل. طب هو فين الفاعل؟ الفاعل هنا بنقول ايه؟ فاعل بنقول عليه بقى ضمير. ضمير ازاي؟ ده اسمه محمد. ايوه، بس انا ما اقولش محمد بقى، انا بقول اكتب الدرس، يبقى بتكلم عنه هو ما ذكرتش اسمه. يبقى ضمير مستتر مستخبي. يبقى ضمير مستتر. ضمير مستتر، ماشي. تقديره ايه؟ هو. والضمائر يا حبايبي كلها مبنيه. يبقى نقول ايه؟ ضمير مبني في محل رفع الفاعل. يبقى هو دي نعملها زي بقى ضمير، هنكتبها لك حالا اهو بقى عشان بس تبقى واخد بالك منها. وتقريبا في اعاده في حلقه كمان ان شاء الله عن الجمله الفعليه برضو، ان شاء الله غدا ان شاء الله، لان لسه كده ما كملناش. ده مش موجود، صح؟ اقول عليه بقى ايه؟ الفاعل عباره عن ايه؟ الفعل عبارة عن ايه؟ هو موجود هنا؟ لا، مش موجود يا استاذ. يبقى نقول ايه؟ الفعل عبارة عن ضمير، ما انا مش عارف اسمه. انا بقول له اكتب الدرس، انا مش شرط ابقى عارف ان ده اسمه محمد ولا احمد، بقول له اكتب الدرس، يبقى انا مش عارف اسمه، يبقى الفاعل هو ضمير. مبني، لأن الضمائر مبنية. في محل. هو الفعل احنا قلنا عليه ايه؟ منصوب ولا مجرور ولا مرفوع؟ مرفوع يا استاذ، يبقى في محل رفع. في محل ايه؟ رفع. يبقى ضمير مبني في محل رفع، لان كلمة هو ما ينفعش احط ضمة على الواو. ليه بايه مناسبة الضمة؟ مش احنا قلنا محمد دو اخرها ضمه ايه؟ وقلنا محمد فاعل مرفوع وعلامه رفعيه ضمه لان اخره ضمه. طيب هو ما ينفعش احط
على الواو ضم، عشان كده بقول عليها مبنيه. يبقى ضمير مبني في محل رفع الايه؟ الفاعل. ضمير مبني في محل رفع الايه؟ الفاعل. اشوف بس الـ 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 الكاميرا او الوقت، لو كده نكمل غدا ان شاء الله. لا كده نكمل غدا، لان الوقت كده طول قوي معانا. ان شاء الله بقيت الجملة الفعلية هيبقى فيها لقاء ان شاء الله الحلقة القادمة غدا ان شاء الله. وبرضو انا تواصل معايا مع في اي مكان في اي شكل، عن الواتس، عن طريق الهاتف 010-211-699-41، ده رقمي، ورقمي ده على الواتس وعلى الهاتف. تواصل معايا، بعت لي اي حاجة صوتية، مكالمة صوتية، بعت لي اي حاجة، قول لي طلباتك ايه وانا عنيا الاثنين. لكل ابنائنا في مصر وخارج مصر، جميع الدول العربية وجميع الدول الاوروبية، كلهم على دماغي من فوق، سواء ابن او اخ او اخت، كلكم اخواتي وكلكم ابنائي، وانا تحت امر الجميع. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.